تحية صباحية للإخوان ديال لاراش أنفو اللي جاو يغطيو هذا النشاط واللي كيدخل في إطار استكمال البرنامج والمشروع اللي خداته جمعية النضال الأخضر ديال المساهمة في حماية البيئة البحرية بمدينة العريش. حنا متواجدين اليوم في مقر ديال التعاونية ديال ليكسوس الصيد التقليدي بالعرائش اللي فتحت الصدر ديالها وفتحت المقر ديالها من أجل التعاون مع جمعية النضال الأخضر في استكمال هذا البرنامج التحسيسي اللي كملناه بهذا الجدارية الثانية، لأن عملنا جدارية في مركز الإنقاذ المدرسة البحرية، وبعد ما عملنا ثلاثة ديال الجداريات في وسط المدينة وأمام ميناء، اليوم كنحطوا الرحال في جمعية ليكسوس من أجل استكمال هذا البرنامج. هذا البرنامج ديال الاعتماد على الفن بواسطة فنانين اللي معروفين في مدينة العريش واللي عندهم بصمة ديالهم في مدينة العريش، سي عبد اللطيف بالعزيز والأخ فتاح، اللي تعاونوا كذلك مع الجمعية في تنزيل هذا البرنامج وهذه الفكرة ديال تحسيس المواطنين ولا البحارة ولا جموع الناس العاملين في القطاع بالأهمية والخطورة ديال انتشار الأزبال في المحيط وفي المحيطات وفي المجال البحري، اللي لأن كنعرفوا بأن الثروة السمكية بدات كتقل، كاين مجموعة ديال العوامل منها العامل الأساسي هو ديال رمي النفايات. إذا هذا المشروع كيدخل في هذا الاتجاه، ولنا مجموعة ديال البرامج اللي مع التعاونية ديال ليكسوس اللي غادي نديروا واحد الندوة ترافعية غادي تكون هنا في المقر كذلك في إطار التعاون مع هاد، وكنعتبروه أنه شيء لابالي اللي كتستغط تقريبا النص ديالها هي كتستغ فيها جوج الرسائل، هو ان الاسماك اللي غنوليو كناكلو هي عباره عن ازبال، يعني النصف ديالها ازبال، وانا ديك لابالين هي تستغيث كطلب النجده من كثره الازبال اللي كترمى. اذا هذا حاولنا في اختيارات الرسومات مع الفريق الفني انها تكون مؤثره ومعبره وتوصل الرساله بسرعه.